بحقك. كلا كلا كلا. هل من أحد بالمنزل؟ هل كان أحدهم يطرق الباب؟ أبي. افتحوا الباب. أبي. هل قال أحد شيئاً؟ ربما لم يكن ذلك شيئاً. أو حسناً، سأعود إلى قراءة كتابي. رباه، أعلم أنكم بالداخل. أو بحقك. حسناً، سأفتح الباب. لقد استغرقت طويلاً. على كل حال، مرحباً، لدي صفقة لك. هذه المفلات التي ستغير حياتك. لست مهتمة بذلك. ماذا عن هذه المكنسة المدهشة؟ سيكون منزلك خالياً من الغبار بفضل هذه المكنسة الرائعة. كلا. حسناً، يعجبني خوض التحديات. أو انظري إلى أداة تنظيف الشخصية هذا، ستصبح أذنيك وأنفك بغاية النظافة. جربيها. واو، شكراً، هذا رائع جداً. رائع. الآن سلميني النقود. أو حسناً، تفضلي. ها؟ هل تمازحينني؟ أنت لا تغلقي الباب. لا يسعني الانتظار لتجربة هذا. أمل أن تعمل. ها هي دا. هو إنها تدغدغ. يعجبني هذا. أهلا، لدي فكرة. تعال إلى هنا يا أبي. ما الأمر؟ ابقى ثابتا. ماذا تفعلين؟ ثق بي، هذا ما في داخل أذنك. هذا مقزز. هل هذا في الداخل حقا؟ هذا ليس جيدا، علي الذهاب. ها، يا لها من أداة. خذ واحدة من هذا، اختيار جيد. تفضلي. تفضلي يا باتي. أين ذهب يا عزيزتي؟ لذيذ. مهلا حبيبتي، علي رد على الهاتف. مرحبا، تسرني محادثتك. أمي. لم تفعل، لا أصدق هذا. حسنا يا باتي. رصاصتي، من الأفضل أن ألتقطها. تبدو مترسخة. أين ذهب بالوني؟ كلا، عد إلي. عاصفة أيها البالون، لماذا تحدث أمور سيئة للطيبون؟ بيتي، ما الخطب؟ سأتصل بك لاحقاً. لا بأس يا عزيزتي، ستصلح أمك الأمر. إنها حالة طوارئ. يسرني التعامل معك. كان ينبغي أن أبقى في الجامعة. علي منع حدوث ذلك مجدداً. سألف شريطة حول المصاصة. ينبغي أن ينجح هذا. تفضلي يا باتي. رائع، شكراً يا عمي. انظري، لا يطفو بالوني بعيداً. هذا رائع يا عزيزتي، أنا سعيدة جداً. أمي، ستهتم أمك بهذا. كان ذلك مختلفاً. ابتسمي يا عزيزتي. دعيني أصلح وضع شعري. هيا بنا لنلتقط صورة معاً. ستبدو هذه جيدة. دعينا نلقي نظرة. أوه، كم هي جميلة. أوه، لدي فكرة. أمي، سيكون هذا رائعاً. لقد عدت. يا له من يوم، لكنني حصلت على الصور. أمي، ليس عليك أن تفعلي ذلك. يمكننا استخدام هذه الطابعة الصغيرة. تستخدم التطبيق الذي على هاتفي لاختيار فلتر التصوير، ثم أضغط على خيار الطابعة. واو، تأملي ذلك. هذه أنت. أليست التكنولوجيا مذهلة؟ سأجربها. لقد فعلتها، إنها رائعة. انتظري حتى يراها أصدقائي. واو، إننا نبدو رائعتين. أيضا، جربي قليلا يا عزيزتي. كلا، لا أريد، هذا مقزز. أعلم ما سأفعله، سأعطيك هذه اللعبة. كلا. حسنا، ماذا عن ألعاب فقاعات هذا؟ لدي واحدة بالفعل، أترين؟ احتفظي بها. لقد حاولت. ماذا عن هذه الحقيبة المليئة بالنقود؟ فكري في كل الحلوى التي ستشترينها. نقود كثيرة. كلا،
لا يمكنك غرائي بالمال. مقايضتك صعبة. لا أريد. مطبخي الجميل. كان ذلك ممتعاً. أريد اللعب مع حورية البحر. حورية البحر؟ يمنحني هذا فكرة. اجعلي أوقات طعامي ممتعة. خذوا ملعقة وبعض الصلصال. اجعلوا صلصال التشكيل مسطحاً ثم لفوه حول مقبض الملعقة. هكذا بالضبط. ثم شكلوا قاع الصلصال على شكل ديل سمكة. هكذا تماماً. ثم استخدموا أداة نحت لإضافة بعض التفاصيل إلى الديل. ثم ارسموا خطوطاً برفق بالأداة. تبدو جيدة. ولنضيف الآن بعض الحراشف. ابدأوا من الأعلى حتى أسفل المقبض. تذكروا ألا تتعمقوا كثيراً. استخدموا الأداة على سطح الصلصال. فور انتهائكم ضعوا الملعقة في صينية خبز وضعوها في الفرن. أخرجوها من الفرن واتركوها لتبرد. وأخيراً اطلوا الصلصال باللون الفضي. آمل أن ينجح هذا. ملعقة حورية بحر. فتاة جيدة. مرحبا يا عزيزتي. أبي. مرحبا حبيبتي. إليك فطورك. لن أكل هذا. ليس مجددا. ذاك الشبل من ذاك الأسد. كلا لن يحدث. بروم بروم سبيتش. لنرى، هل حزمت ما يكفي من الألعاب؟ لا يمكنني نسيان قبعته وكتابي أيضاً، والمناديل المبللة تحسباً لاتساخه. لقد امتلأت بالفعل. هيا ادخلي، أعلم أنها ستلائمك. ما الذي يلعب به هناك؟ ها أمي، هذه لي. حسناً، دعني أخرج هذه اللعبة من الحاوية. وبعد أن أفرغتها، يمكنني حشر بعض المناديل المبللة فيها. إنها حاوية صغيرة، لكن يمكنني طي المناديل المبللة إلى حجم صغير. ينبغي أن يكفي هذا. والآن ستأخذ مساحة أصغر كثيراً. أمي، انظري إلى ما يمكنني فعله. لدي وجه رقائق. أجل، هذا ذكي جداً. لكن مهلاً لحظة، دعني أحضر المناديل المبللة. هذه أحد أذكى الأشياء التي فعلتها منذ فترة. ها نحن ذا. جميل ونظيف، مثل ما أحبه تماماً. هي لها من ظهيرة جميلة. انظر يا عزيزي، بط. أمي، لقد جعلتني أسكب الصودا. حسناً، لا تقلق بشأن هذا. يمكنني إصلاح الأمر. ما زال معي المناديل المبللة. أنت ذا. لقد جففتها. التيشيرت جميل ونظيف مجدداً. والآن لماذا لا تتناول هذه التفاحة بدلاً من الصودا؟ بروم بيب بيب، انتبهوا، أنا قادم. نالت منك شاحنة الديناصور. عزيزي، ماذا تفعل هناك؟ عزيزي، عزيزي، أمك تسألك سؤالاً. يا إلهي، يداك مغطيتان بالتراب. من الجيد أن لدي هذه المناديل المبللة مجدداً. هيا، دعني أنظف يديك. ها نحن ذا، يداك نظيفتان مجدداً. مرحى، شكراً أمي، أحبك كثيراً. يا لها من رسمة جميلة، أحتاج إلى مزيد من الأخضر. انظروا إلى فنانتي الصغيرة. مرحباً أمي. كلا، ما هذا؟ أرجو ألا يكون الهامستر. إنها ألوانك. كلا، كيف أرسم الآن؟ لا بأس، ستفكر أمك في شيء، أمل ذلك. لما يحدث لي ذلك؟ هذه كارثة. سيكون هذا القالب مفيداً، يستحق الأمر التجربة. سأضع الألوان المكسورة في القالب وسأملأ الأرقام. هذه كلها. وسأضع القالب في الفرن. سيذيب هذا الشمع مثل خبز كعكة. آمل أن ينجح. حان وقت إخراج القالب من الفرن. احذروا، إنه ساخن. سأتركه ليبرد ثم أزيل القالب. يبدو ممتعاً. سأرتبها على الطبق. آمل أن تحبها شيرل. كانت ألواني المفضلة. لا بأس يا عزيزتي، انظري ما لدى أمك. هل هذه ألوان؟ إنها أرقام. أيها علي أن أستخدم أولاً؟ انظري يا أمي، لها ألوان مختلفة. يسرني أنها أعجبتك. أحببتها. كلا يا أمي.
أحتاج إلى عطلة. لماذا؟ دعوني أرى هنا، أين أضع هذا؟ هو يا للهول، انظروا إلى هذه السكاكين، لا يمكنني تركها هكذا. ماذا إن دخلت ملاكي الصغير إلى هنا؟ قد تؤذي نفسها بهذه الأدوات المطبخية. أوه كلا كلا كلا، لا يمكنني تركها هكذا إطلاقا. علي وضع هذه الأدوات بعيدا وتأمينها في مكان لن تعرفه. أوه هذا أفضل كثيرا. حسنا سأجمع بعض ألعابها. مهلا لحظة، زاوية هذه الطاولة حادة جدا، إنها تكاد تكون أسوأ من تلك السكاكين، يمكنها الاصطدام بها مباشرة. أوه كلا، ليس ركبتيها الصغيرتين الغاليتين، لا أود أن تبكي هذه الطاولة. أوه يا للهول، أوه كلا كلا مستحيل، لن أحظى بآلة موت في منزلي. ها نحن ذا، الوسادات آمنة ومحكمة على الزوايا، إنها ليست حادة الآن، ستكون آمنة بالتأكيد، لا يمكنني نسيان غلق الباب. مهلا المقابس، المقابس في المنزل. كلا ماذا تفعل؟ ستؤذي نفسها. كلا كلا كلا، ليس طفلتي، توقفي فورا، لا تضعي شيئا أبدا في مقبس. أوه انظري إلى نفسك، مظهرك في فوضى عارمة، هيا لنحاول تنظيفك. أوه ماذا سأفعل معك؟ مهلا لحظة، غطاء هذه المناديل المبللة قد يكون حلا لها. أجل إنهما متناسبان بالتأكيد، سأحتاج إلى إضفاء بعض التعديلات، يمكنني نزع الغطاء مباشرة ولصقه على المقبس، والآن أصبح غطاء للحائط، ينبغي أن يبقي أصابعها المتطفلة بعيدا عن المقبس. حسنا كوني فتاة صالحة عندما تكون أمك في الخارج. مهلا لحظة، آلة الكي، لن أتمكن من ترك المنزل أبدا. ما زالت غير مثالية، هذا أفضل بكثير، كل ما تبقى هو الأرضية. ماذا؟ هذا شعر كثير، هذا مقزز للغاية، سأتقيأ. هذه التتبيلة الجديدة لذيذة. كيف وصل كل ذلك إلى هنا؟ لم أعد جائعة. مهلا، لا يمكن أن يحدث هذا، كيف يمكن أن يكون هناك مزيد من الشعر؟ وكأنني أعيش مع وحش يطرح شعره، هل سينتهي ذلك؟ إنه يأتي من هنا، غرفة آني، سأكتشف سبب هذا. مشكلة الشعر هذه على وشك أن تنتهي. آني ماذا؟ قولي إن الأمر ليس كذلك، إنها ابنتي آني، آلة طرح الشعر التي لا تكف عن العمل. آني إنك تتركين شعرك في كل مكان. رأيتي؟ أمي، هل فقدتِ عقلكِ؟ كلا، أنتِ من فقدتِ عقلكِ. هذا شعركِ أنتِ، لقد علق في الفرشاة، كيف يفترض بي إخراجه؟ هتعرفين؟ أعتقد أن بإمكاني التفكير في حل. هل هذا مشط؟ استخدميه لجمع الشعر، إنه يخرج بسهولة. رأيتِ يا عزيزتي؟ يا للروعة، لا يمكنني أن أصدق أن هذا قد نجح. لا تنسين شيئاً، هذا يغير كل شيء، لهذا يطلقون علي الأم الخارقة. واو، أتعتقدون أن شعري قد يصبح مموجاً هكذا؟ هناك طريقة واحدة لاكتشاف ذلك، 1، 2، 3، 4. أوه ما زال مفروداً تماماً، سأمسك بالخصل كلها معاً، 1، 2، 3، 4. حسناً، سأستخدم ربطة شعر مطاطية لتثبيته، ينبغي أن ينجح هذا، وينبغي أن تنجح الضفائر أيضاً، ينبغي أن تثبت هذه جيداً. مظهري ليس لطيفاً للغاية، لكن لا يهم، لن يكون شعري مدهشاً كصور المجلات أبداً. لم تبكين يا آني؟ أود أن أكون جميلة مثلها. لم يكن تمويج الشعر هو ما أبرع فيه أبداً، لكن يمكنني فعل شيء هنا، لكن أولاً علينا تسريح شعرك، ثم لفه بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه. هو أوتش أبي، هو يا الهول، سينمو مجددا. مهلا قليلا، أعرف. أولا سنرش خصلة بالماء، ثم نستخدم يد الفرشاة كأداة تمويج، سألفها حتى الأعلى. هو رحبي بالتموجات، يا للروعة، من يحتاج إلى مكواة تمويج بالحرارة؟ وتجنبنا ضرر الحرارة أيضاً. شكراً لك يا أبي، يسرني أنني وجدت حلاً لذلك، يا لها من راحة كبيرة. لا شيء ممل كتنظيف السيارة،
أوه، يوم حار. أوه، مرحباً، سأبتلع كرشي. كان عليك المجيء. انظري لهذا. لا يمكن لأحد مقاومة خصلات شعري. مرحباً يا فتيات. هذا مضحك، أليس كذلك؟ تقليدي. هل تضحكان لي؟ أليس كذلك؟ أو لا؟ أو كالعادة؟ أو حسناً، سأعود إلى العمل. سأنظفها جيداً. إنها نظيفة تماماً. عمل جيد. سررت كثيراً بالنتيجة. أنا جاهزة للذهاب إلى المدرسة يا أبي. تعال يا عزيزتي. حسناً، هيا بنا لنشغل الموسيقى أولاً. أحب هذه الموسيقى. لا 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 لا. أوهو. لا، ماذا تفعلين؟ أوبس، عذراً. نظفت السيارة للتو. لكني لا يزال بإمكاني الرقص قليلاً. أوهو. ماذا قلت لك؟ حسناً، خذ نفساً وتذكر دروس اليوغا. مهلاً، خطرت لي فكرة. ستحل هذه البلوزة المشكلة كلياً. سأدخلها من مسند الرأس ثم أسحبها للأسفل لتغطي المقعد. والآن يمكنك الرقص يا عزيزتي. شكراً أبي. لا 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 لا. لننطلق. في ذلك؟ سأعود بعد قليل. واو، طلاء شفاء أحمر. كيف يبدو ذلك علي؟ أشعر بأنني ناضجة للغاية. ها تريدين فاكهة؟ أمي، طلاء شفائنا متطابق. أوه، هذا يجعلني سعيدة جداً. أحب حين أحلم بالمثلجات. كان بإمكاني البقاء نائمة للأبد. وكدت أفعل. كيف نمت إلى وقت متأخر هكذا؟ علي الاستعداد للمدرسة. كدت أنتهي؟ أمسكت بها. أعتقد أنه ليس بإمكاني الذهاب بالمنامة. هل سيفي ذلك بالغرض؟ بالتأكيد يا جل. لكن ماذا عن شعري؟ هل لدي ربطة شعر هنا؟ كلا، ليس هذا. مهلا، يمكنني استخدام ذلك الشيء هناك. هيا انفلتي. لقد مددتها بالكامل. والآن ماذا سأفعل؟ لا أريد أن أعرف. إلى الهول. ربما أتمكن من استخدام ذلك، لكن لا يمكنني تضييقها بشكل كاف. هذا أمر ميؤوس منه. هاني، هذا الشيء بلا فائدة يا أمي. دعيني أريك حيلة صغيرة. تحتاجين إلى مقدار من الحرارة فحسب. انظري، ستجعلها الحرارة تنكمش مجدداً. رأيتي؟ إنها تتغير تماماً. هذا سيعيدها مطاطية مجدداً. رأيتي؟ إنها مطاطية كما يجب أن تكون. يا للروعة، شكراً لك. أعتقد أن بإمكاني تولي ذلك الآن. مرحباً يا تصفيفة ذيل الحصان. الآن يمكنني أخيراً التوجه إلى المدرسة. هاني، حقيبة ظهرك. إلى اللقاء. شو شو، ابتعدي من هنا. سأرش عليك طارد الحشرات. كلا، إنه مقزز. إلى أين أنت ذاهب؟ أوه، حسناً، لقد حاولت. نانا، لا يمكنك الإمساك بي. هذا المكان جيد لتناول الحلوى. يا له من كتاب مثير. طرية جداً. هولا، ابتعدي. أمي، دعيني وشأني. هل هذا صوت الأيام؟ كلا، ربما أتخيل. أنقذيني. خذي هذا. لقد غضبت الآن. ساعديني يا أمي، هاجمني البعوض. إنه سيء فعلا. لا تقلق يا عزيزي، أعرف ما علي فعله. أنت بحاجة فقط لبضع نقاط من هذا الشيء. سأضعها على سوار معصمك وسيمنع هذا البعوض من الاقتراب منك. ولن يزعجك بعد الآن.
قبلني الآن. ها سأذهب للعب مع البعوض، لقد عدت للانتقام هذه المرة. ها خذوا هذا إلى قهوة ثقيلة. من أين أتيت؟ صباح الخير يا أبي. أهلا، أريد تناول الإفطار. حسنا سأحضره حالا. حليب. هذا ممتع، تتحرك للأمام والخلف. توقفي، أعتقد أن عليك تجنب فعل ذلك. تفضلي حبوب الإفطار واهدئي، لا تتأرجحي بالكرسي، قد تعرضين نفسك للأذى. تناولي طعامك الآن. سأسكب الحليب. يامي، تناوليه كله. شكرا أبي، كم هي لطيفة. أحب رقائق الإفطار والتأرجح بالكرسي أيضا. ماذا قلت؟ لا شيء، لا تتأرجح بالكرسي، عليك توقف. يكفي، طفح الكيل. انظري لكل هذه الفوضى. أوبس، لن أسمح بالمزيد من السخافة وسأنظف المكان. أين ذهبت؟ لقد كانت هنا. مرحبا، مهلا. مرحبا يا أبي، يجب أن أوقف هذا. لحظة، خطرت لي فكرة بهذه الخطافات. كان علي التفكير بهذا من قبل. سأضع قطعا من الشريط اللاصق أسفل أرجل الكرسي، وسأضع فوقها أكواب الشفط، والآن سأقلب الكرسي. تناولي إفطارك. ها؟ لماذا لا يتحرك الكرسي؟ لن يتحرك أبدا. حسنا سأتناول الطعام. أوه، أكره القهوة. حان وقت النوم يا عزيزتي، خذي دبك. شكرا أبي. نوما هنيئا يا إيفا، أراك في الصباح. أهلا، المكان مظلم جدا، لا يعجبني هذا. واو، هذه الحركة رائعة، أنا قادم يا عزيزتي. ماذا تريد؟ قطعة مني؟ أعني هل كل شيء بخير؟ كان المكان مظلما ثم حدثت عاصفة. هي لا بأس، لا تقلقي، كل شيء على ما يرام، أنا هنا الآن. ما رأيك أن أقرأ لك قصة؟ أغمضي عينيك فحسب. في يوم من الأيام، يبدو أنها نامت. لا تذهب. ما زلت هنا. هذه، هذا أفضل. أوه هيا. أعتقد أنه خطرت لي فكرة، سيكون هذا القفاز المطاطي مفيدا. ها وجدت الحل، سأضع القفاز في هذا الكوب وأطوي القفاز حول حافة الكوب، وأملأ كوبا آخر بالأرز، ثم أملأ القفاز بالأرز، والآن سأخرج القفاز من الكوب وأربط عقدة به. أعتقد أن هذا سينجح، سأضعه على ذراع إيفا. أجل، يمكنني الخروج الآن. أو إصبع قدمي. تبا لا تبكي، الفطور جاهز. مرحبا أمي. أوه صباح الخير يا عزيزي، سأعد لك وعاء من حبوب الإفطار التي تحبها، هذا ما يحتاجه الطفل في مرحلة النمو، ولن أنسى إضافة الحليب. تناول الوعاء كله. حبوب الإفطار مقرف، لماذا أزعج نفسي؟ ماذا لدينا أيضا؟ أوه وعاء صحي من الفواكه، سيكفي بالغرض. هيا شوكولاتة، هل أنت جاد؟ أعطني هذا الشيء. تناول الفاكهة.
الفاكهة لكنها مقرفة، أريد الشوكولاتة. ونظف وجهك. دببة جيلي، كيف؟ أين؟ لا بأس، أعطني إياها. حسناً، مكانها في القمامة، بذلت قصارى جهدي من أجله. ما هذا؟ خطرت لي فكرة، سأملأ هذا القالب بمهروس الفواكه. سأستخدم فواكه مختلفة كالتفاح والفراولة، وعندما يمتلئ القالب سأضع عيدان المصاصات، ثم أضع القالب في الفريزر كي يبرد، ثم أزيلها من القالب وأضعها في قالب أكبر، وبعدها أسكب الحليب فوق المصاصات ليغطيها تماما وأعيدها إلى الفريزر، ثم أغطي المصاصة بطبقة من الشوكولاتة وأضيف لاحقا زينة الحلوى، مصاصات صحية ومغذية لمائدة الإفطار. بما أنك لا ترغب بتناول الفاكهة وحبوب الإفطار، ما رأيك بهذه بدلا منها؟ حقا؟ رائع، هذا أفضل إفطار على الإطلاق. إنها رائعة يا أمي. صباحا نظيفا. مرحبا أمي. مشروب غازي لذيذة. ما هذه الآثار التي تعلو وجهك؟ أي آثار؟ لا شيء، ابقى هنا، سأستخدم هذه الضمادة. هذا غير مؤلم. أمي توقفي. أمي هل أنت جادة؟ وجدتها، سأضع ضمادة على سطح مستوى ثم أرسم عليها، سأجعلها بشكل ممتع قدر الإمكان، والآن سأضيف بعض الألوان. هذا ألبوم جميل، كدت أنتهي. لا مزيد من الضمادات الرتيبة. واو، ما أجملها. سأضعها فورا. رائع، أحببتها فعلا. كيف أبدو؟ واو، جميلة. شكرا أمي، أنت رائعة. حافظتي، هل جننت؟ حافظة هذه هي الأفضل. حافظتي، كلا حافظتي. حافظتي حافظتي حافظتي. مرحبا يا شباب، أريد الجلوس. حسنا، سأخرج أغراضي. هل ما زلتما تتجادلان؟ انظري إليها، إنها جميلة. مستحيل، هذه أفضل. رائعة، حافظة هذه غير مزينة. خطرت لي فكرة من حافظة بوبيت. أنا بحاجة لبعض الطلاء وهذه الحافظة، سأملأ جزءا منها بالطلاء بهذا الشكل. سأستخدم عدة ألوان لكل قسم، وعند الانتهاء سأضع الهاتف في الحافظة وأنتظر حتى يجف الطلاء قبل أن أزيل الحافظة. واو، رائعة، انظروا إليها. واو، ما أجمل هذه الألوان. صممي واحدة لهاتفي أرجوك. كلا، افعلي هذا لي وسأقوم بالواجب عوضا عنك. حسنا.